معي عبر سكايب من شمال سوريا موفدة أخبار الآن جنان موسى. جنان، مساء الخير، الأجواء من عندك. نتحدث طبعا عن قيام قوات سوريا الديمقراطية اليوم بإحباط هذه المحاولات لداعش لكسر الحصار، كل التفاصيل، كلمة لك جنان. نعم، داعش انسحب في الموصل او انهزم في الموصل كما تعرفين ميسون، وايضا الاخبار الوارده من ريف حلب تتحدث بانه التنظيم انسحب من المناطق التي كانت تحت سيطرته لصالح النظام السوري. هنا في الرقه المعركه مستمره. هناك كان منذ يومين حصار تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من فرضه على مقاتلي داعش داخل الأحياء، داخل يعني حوالي مقاتلي داعش في الرقة، ولكن البارح مساء حاولوا كسر هذا الحصار، تمكنوا من شن هجوم عرفنا بأنه كان هجوم عنيف جدا ضد المقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وأيضا حلفائها، تمكنوا على أثرها من استخدام العديد من الأسلحة، من السيارات مفخخة على الأقل سيارتين وأيضا الطائرات المسيرة، وأيضا كان هناك عربات مصفحة. هجموا باتجاه حي الصناعة على المحور الشرقي لمدينة الرقة، ونفس المواقع التي كنت قد زرتها منذ يومين، يعني كنت قد أعددت تقرير وأظهرت قرب المواقع لداعش من مناطق تمركز قوات سوريا الديمقراطية وقوات النخبة حوالي 60 متر كان بيفصل بين الطرفين. فبالتالي قام داعش امبارح بالهجوم من ذلك المحور لمحاولة كسر الحصار. ما نعرفه هو أنه كانت معارك شرسة، ما نعرفه أنه داعش تمكن من محاصرة مجموعات داخل حي الصناعة، ولكن بعد معارك الشرسة وبعد تدخل من طائرات التحالف تمكنوا من فك هذا الحصار على المقاتلين داخل حي الصناعة. كمان هناك المعلومات اليوم التي وصلت متضاربة بعد الشيء، لأنه المرصد السوري يقول بأنه داعش موجود حاليا في حي الصناعة، ولكن قوات سوريا الديمقراطية تنفي ذلك بشكل قاطع. هي على كل أحوال معركة كروفر، ستكون هناك معركة عنيفة حسب الأخبار الواردة من الرقة وحسب أخبار اللي عم بخدها من النازحين والسكان اللي تمكنوا من الخروج من مناطق داعش. وسنكون معك دائما لأي تفاصيل وأي جديد. شكرا لك موفدة أخبار الآن جنان موسى على كل هذه المعلومات، كنت معنا من شمال سوريا.